الله يسعد مساكم. انتهت الأيام العشرة الأولى من هذا الشهر الفضيل، وقد كان في أوله رحمة وفي أوسطه مغفرة. أدعو الله لكم في بداية الأيام العشرة المقبلة أن يغفر لكم كل ذنوبكم ويحقق أمنياتكم إن شاء الله. أهلا بكم في مسابقة اسم من مصر. معنا اليوم شخصية جديدة، وقبل ما نتعرف عليها خلونا نروح نفرح سوا مع الفائز بحلقة الأمس بجائزة 100,000 جنيه. نحن اليوم في منطقة كوبري القبة عم نبحث عن فائز حلقة الأمس الحاج أحمد يونس المصري. بدنا نروح لعنده نتعرف عليه مثل العادي، نتعرف على أهل بيته ونهنيه ونسلمه 100,000 جنيه اللي هي جائزة مسابقة اسم من مصر. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أحمد يونس؟ لا، جوز بنته سهروا يعني. رمضان كريم. الله أكبر. كل عام وأنتم بخير. بخير. فينا نفوت نسلم عليه؟ تفضل. شكرا. السلام عليكم. السلام. كل سنة وأنت طيب. ألف ألف مبروك. الله يبارك. ورمضان كريم. الله والله أكرم. تفضل تفضل تفضل. طمني الصحة عاملة إيه؟ الحمد لله فندم. كله كويس؟ الحمد لله. عم تشتغل شيء ولا؟ لا قاعد. لا مش خلاص على المعاش؟ معاش. في ناس أصدقاء تطلع بتشوف أصحابك ولا؟ بطلع بس الصبح. لأني ما بشوفش بعناية. شو قالوا لك الأطباء؟ ديت قالوا لي الشبكية والمية بيضة. ما سألتك عن المسابقة. أيوة فندم. إيه شو رأيك فيها؟ لا كويس ممتازة. كيف لحتى اشتركت حضرتك؟ والله اتصلت كذا مرة وربنا سهل. يعني أنت مين ساكن معاك في البيت؟ أنا وزوجتي وابني. بس ولد؟ ولد وبنتين. والبنتين مزوجين؟ طيب وين؟ خليهم يجوا. تعال يا حاجي. أهلا أهلا. السلام عليكم. كل سنة وانتم طيبين. انت طيب. رمضان كريم. كريم. رمضان. السلام عليكم. دي بنتي. ما شاء الله. حامل. السلام ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يخليك. ودي؟ دي حفيد. شو اسمها دي؟ جودي. جودي. حبيبي اسم الله ما شاء الله. الله يخليك. تفضل تفضل تفضل. تفضل. وابنك مش موجود؟ شو اسمه ابنك؟ شريف. أبو شريف. نعم. أبو شريف مش موجود. نعم. وانت بقالك زمان ساكن هنا بالمنطقة؟ ولا كيف صارت؟ لا مش زي زمان. شو السبب؟ الناس. الناس كتروا؟ كتروا ومش من هنا، مش من القاهرة. بس المنطقة جميلة يعني، المنطقة حلوة. كانت جميلة. بس بترجع إن شاء الله. يا رب. أنا اللي شايفه وشايف الشغل اللي عم بيصير. يا رب. إن شاء الله كل مصر بترجع. يا رب. بدنا نبارك لك بالجائزة. شكرا. دي الجائزة يا سيدنا. دول كاش جبناهم نقدا. شكرا. كله ملان. بالتوفيق ان شاء الله. الله يكرمك. ان شاء الله تعمل عمليتك يا رب بخير وتمر على سلامة. يا رب. وان شاء الله الثاني تقدر يصلحوا لك اياها مره اذا كان في مجال. تفضل. شكرا يا فندم. الف شكر. شاكرين جدا. رمضان كريم. الله اكبر. ان شاء الله بينعاد عليك. الله يخليك. وعلى كل المصريين. الله يخليك. كل المسلمين. شكرا. الخير والبركه. شاكرين جدا. اهلا وسهلا. ضيفتنا الليله اختيرت كواحده من بين اجمل 10 نساء في العالم خلال حقبه الاربعينات، بينما امتدت مسيرتها الفنيه الحافله لاكثر من 7 عقود. اكتشفها المخرج محمد كريم، وكان اول ظهور لها مع محمد عبد الوهاب في فيلم ممنوع الحب عام 1940، وحصلت على فرصتها الحقيقية حينما شاهدها يوسف وهبي وهي تؤدي مشهداً في إحدى البلاتوهات، فاستدعاها وعرض عليها العمل معه في 3 أفلام حصرياً، وهي ابن الحداد وفنان عظيم وأولادي. لعلها هي وفاة حمامة الممثلتان الوحيدتان اللتان مثلتا مع 4 من نجوم الغناء في مصر، وهم محمد عبد الوهاب، فريد الأطرش، محمد فوزي، وعبد الحليم حافظ. قدمت على مدى مشوارها أكثر من 90 فيلماً، بعضها
من كلاسيكيات السينما المصرية مثل أمير الانتقام وحياة أو موت وإني راحلة ولحن الخلود وبنات حواء والخطايا ولا تسألني من أنا وأيوب. وكان آخر ظهور سينمائي لها في فيلم الإرهابي عام 1994 أمام نجم الكوميديا عادل إمام. خاضت عدة تجارب إنتاج سينمائي، كان من بينها فيلم الأفوكادو مديحة عام 1950 تأليف وأخراج وبطولة يوسف وهبي، ووفاء للأبد عام 53، وقلب يحترق عام 59. كونت ثنائياً مع الموسيقار محمد فوزي، كما أنها كانت شريكته في شركة الإنتاج التي كان يملكها قبل تأميمها، وهي شركة مصرفون لإنتاج الغناء والأسطوانات. توج هذا الثنائي بزواج استمر 10 أعوام. عرفت بأنها مصدر إلهام لبعض الأعمال الفنية والأدبية التي لم تكن طرفاً فيها، فقد أحبها الكاتب الكبير عباس العقاد وتعلق بها رغم فارق السن بينهما، وكانت تتردد على صالونه الثقافي. كان الحب من طرف واحد، حيث لم يصرح لها ولم تبادله أي حب، لكنها ألهمته كتابة رواية سارة الشهيرة. من الأعمال التي كتبت لها أيضاً أغنية أروح لمين التي غنتها كوكب الشرق أم كلثوم، وكذلك أغنية أنا والعذاب وهواك من غناء موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وكلتهما من تأليف الشاعر الغنائي عبد المنعم السباعي. هذه الفنانة الكبيرة كان لها دور سياسي بارز، امتد قرابة 7 أعوام من داخل مجلس الشورى، حيث تم تعيينها عضواً في المجلس، وكان ذلك في يوليو عام 1998. تحملت مسؤولياتها داخل المجلس وشاركت في عدة لجان، منها لجنة الآثار ولجنة الإعلام، حيث كانت تتميز بشخصيتها الملتزمة والمنضبطة من خلال اهتمامها بقضايا المجتمع وحضور الجلسات، وقد أدت خدمات جلة من خلال ممارسة دورها النيابي ومشاركتها في وضع العديد من القوانين الهامة، منها خفض الضرائب على الأفلام السينمائية وغيرها. توفيت في مايو عام 2018 ولقبت بسمراء النيل. فمن هي؟ هل هي مديحة يسري؟ سهير المرشدي؟ أم سناء جميل؟ ما هي الإجابة الصحيحة في حلقة اليوم؟ هل هي مديحة يسري؟ أم سهير المرشدي؟ أم سناء جميل؟ الجائزة قيمتها 100,000 جنيه. وإلى اللقاء في حلقة الغد، ما تنسوا تشاركوا.